أهلا بكم. تغريدات تثير الجدل دون رقيب أو حسيب، هذا ما يقوم به إيلون ماسك حول العملات المشفرة. في ديسمبر الماضي غرد ماسك بيتكوين is my safe word، وفي تغريدة أخرى one word dodge، كلمات دعمت البيتكوين التي ارتفعت من نحو 24 ألف دولار لتتجاوز 40 ألف دولار في العاشر من يناير. أما الدوج كوين فقد ارتفعت ب 157%. وفي الثامن من فبراير اشترت تسلا 1.5 مليار دولار من البيتكوين. تصريحات من ماسك عادت لتدعم الأسعار التي ارتفعت من 38 ألف دولار إلى 57 ألف دولار في فبراير، لكنها هبطت بعد تغريدة أخرى أشارت إلى أن أسعار البيتكوين والإثيريوم تبدو مرتفعة ووصلت إلى 45 ألف دولار. عادت البيتكوين بعد ذلك لتتجاوز 60 ألف دولار، عندها أعلن إيلون ماسك أنه يمكن شراء سيارة تسلا بالبيتكوين، ما دفعها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 16 من إبريل متجاوزة 63 ألف دولار، ولكنه تراجع عن ذلك لاحقاً. التغريدة التي أشار بها ماسك إلى أن سبيس إكس ستضع عملة دوج كوين على القمر دفعت بجزء كبير من سيولة البيتكوين إلى الدوج كوين، فتراجع البيتكوين في 26 من أبريل إلى 48500 دولار، فيما ارتفعت الدوج كوين ب 500% لتصل إلى 72 سنتا. حتى وقت عرض برنامج Saturday Night Live حين وصفها ماسك بأنها عملية احتيال وهبطت على إثرها إلى مستويات 40 سنتا. وفي نهاية إبريل غرد ماسك بأنه لم يبع أي بيتكوين يمتلكها، بل قامت تسلا ببيع 10% مما تمتلكه، وهو ما يتناقض مع التغريدات الحالية التي تشير إلى عدم بيع الشركة أي بيتكوين وإيقاف تسلا عمليات بيع المركبات بالبيتكوين بسبب التداعيات البيئية الناجمة عن عمليات التعدين، وهو بدء مسيرة هبوط أسواق العملات المشفرة بشكل كبير، رغم إشارته بأنه سوق واعد لكنه بحاجة إلى الحذر. فسواء بالارتفاع أو بالهبوط تؤثر تغريدات ملك التكنولوجيا كما يصف نفسه إيلون ماسك على حركة العملات المشفرة التي ليس لديها جهات تنظيمية أو رقابية تضبطها.